بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أقدم لكم سلسلة دروس في أساسيات الهندسة الإلكترونية لمنهج مادة EET 101 Fundamentals of Electrical Circuit بكلية ينبع صناعية. أقدمها لكم أخوكم المهندس أحمد بحسين من قسم الإلكترونيات والآلات الدقيقة بالكلية. في هذا الجزء من السلسلة، الجزء الأول من السلسلة، سوف نناقش بعض المواضيع. نبدأها عن الذرة والإلكترون، بعض التعريف الأساسية Volt, Current and Resistance، عناصر الدائرة Circuits Elements، Ohm's Law قانون Ohm، Series Circuit، Kirchhoff Voltage Law، Parallel Circuit، Kirchhoff Current Law، وأخيرا Series and Parallel Circuit. رح ناخذ بعض التمارين، بعض المسائل، ولكن نشرح برضو الجزء النظري اللي هو جدا مهم بإذن الله. نبدأ أول مواضيعنا مع الذرة والإلكترون. زي ما احنا عارفين إنه مصطلح الإلكترونيات أو هندسة الإلكترونيات مأخوذة من كلمة إلكترون اللي هو أصغر جزء موجود في الذرة. طبعا الإلكترون صاحب شحنة سالبة ويشكل وزنه من وزن الذرة 0.06%، يعني نسبته جدا جدا صغيرة. الإلكترون هو الجزء المتحرك طبعا في الذرة، وهو المسبب للتفاعلات الكيميائية. نيجي نشوف من وجهة نظر الكهرباء، وهي اللي تهمنا هنا. الإلكترون هو اللي يسبب حركة الكرنت في الدائرة الكهربائية. طبعا قوة جذب الإلكترونات، قوة جذب النواة للإلكترونات تقاس بوحدة اسمها وحدة الكولوم، أو قوة ترابط الإلكترونات وحدة الكولوم. طبعا عندنا بعد كده اللي هو البروتون صاحب الشحنة الموجبة، وأخيرا النيوترون صاحب الشحنة المتعادلة. نأخذ مثال، عندنا ذرة زي ذرة الكربون، عددها وزنها الذري 6، عدد الإلكترونات طبعا زي ما احنا عارفين 6 إلكترونات، عندنا 6 إلكترونات. توزيع المدارات، طبعا المدار الأول دائما ياخد 2، بعد كده المدار الثاني 8، ثم 18 وهكذا. اللي همنا دائما في التفاعلات الكيميائية أو الكهربائية يكون المدار الأخير عدد الإلكترونات الموجودة هناك. زي ذرة الكربون موجود في المدار الأخير فقط 4 إلكترونات، وهذه جدا صعبة في حركة التفاعلات الكيميائية أو في الكهرباء، جدا صعبة في توليد الكرنت. طبعا زي ما احنا عارفين عندنا ذرة أخرى هنا، ذرة اللي هي ذرة الكوبر، رمزها CU في الجدول الدوري، اللي هو النحاس، من أشهر الموصلات الكهربائية. عدد الإلكترونات الموجودة 29 إلكترون، 2 ثم 8 ثم 18 وأخيرا إلكترون وحيد. هذا الإلكترون الوحيد جدا سهل فصله من الرابطة، لأنه في المدار الأخير وحيد ما عنده أي رابطة، فنقدر نولد كارنت لما نفصله بقوة اللي هي قوة الفولت، زي ما حنشوف إن شاء الله بعد كده. طبعا عندنا بعض التعريف الآن. ثاني موضوع اللي هو موضوع الفولت كارنت والريزيستنس، راح نتكلم عن بعض التعريف والأساسيات. الفولت عندنا تعريفه يقول it is the difference in potential between two points، أو أسهل نقول بالقانون الفولت يساوي الورك على الشارج. طبعا الكيو اللي هي رمز الشارج، والدبليو اللي هي الورك. بالعربي فرق الجهد بين نقطتين يمثل الفولت. وحدة الفولت طبعا هي الفي، أو حرف الفي أو فولت. نقدر نقول برضو الشغل المبذول على الشحنة هو هذا الفولت. طبعا الورك وحدته بالجول، والكيو طبعا وحدتها بالكولوم. عندنا بعض الرموز نستعملها دائما في الدوائر الكهربائية تمثل لي الفولتج سورس. عندنا رمزين، عندنا اولا زي ما احنا عارفين عندنا دايركت فولت او الترناتيف كارنت اللي هو التيار المتردد. نروح طبعا نشوف ايش هو الكارنت.
طبعا الكرنت يعني ابسط تعريف نقدر نقول the movement of electron through the circuit by the voltage or by the force of voltage is called current. طبعا اللي هي حركة الشحنات الإلكترونية أو حركة الإلكترونات في الدائرة بقوة دفع الفولتج، زي ما احنا عارفين انه هو الشغل المبذول على الشحنة هذه يسمى الكرنت. وحدة الكرنت تقاس الكرنت بوحدة تسمى وحدة الأمبير. عندنا طبعا نوعين من الكرنت، دي سي اللي هو دايركت كرنت is the current that remain constant with time، زي ما انتم شايفين هنا الاي اللي هي الكرنت رمزه في الدوائر الالكترونيه، والتي عندي هنا التايم، نلاحظ انه دائما ثابت مع الزمن، الكرنت ما يتغير قيمته مع الزمن بالنسبه للدايركت كرنت او دي سي كرنت او البطاريه العاديه. طبعا عندنا هنا الالترنيتنج كرنت او الاي سي اللي هو is the current that varies sinusoidal with time، يعني الكرنت اللي بتغير على شكل ساين ويف زي ما احنا عارفين في الرياضيات درسنا، بتغير مع الزمن. نلاحظ انه مثلا هنا عندي في الثانية الأولى كان عند الزيرو، الثانية اللي بعدها بعد كذا يكون عندي عند مثلا ثانية 1، ثانية 2 وهكذا. طيب راح نعرف بعد كده عندنا تعريف آخر وهو تعريف الريزيستنس المقاومة. طبعا المقاومة نقدر نعرفها ونقول the resistance is the opposite of the current flow، اللي هو عكس اتجاه الكرنت فلو أو التيار الكهربائي. طبعا رمزه في الدوائر الكهربائية هو رمز حرف الآر، ووحدته وحدة أوم حسب مكتشف هذه الوحدة، وعنده القانون الشهير قانون أوم. طبعا هذا الرمز اللي يمثل الريزيستنس أو المقاومة في الدوائر الكهربائية بالعلامة هذه. عندنا بعد كده هو ما هو تعريف جديد، ولكن عكس الريزيستنس أو عكس المقاومة اللي هي الموصلاتية أو التوصيل، يسموها طبعا الكوندكتنس، شعارها في الدوائر الكهربائية جي، طبعا هي مقلوب ريزيستنس is the opposite of resistance. طبعا وحدتها تقاس بوحدة اسمها السيمنز ورمزها الجي في الدوائر، وطبعا هي زي ما قلنا مقلوب الريزيستنس. عندنا الآن راح نتكلم عن الدوائر الكهربائية، فلازم نعرف الدوائر الكهربائية تتكون من ايش. الدوائر الكهربائية طبعا تتكون من ثلاث عناصر، اهم شيء طبعا اللي هو سبلاي سورس، طبعا لازم يكون سبلاي سورس سواء فولتج سورس او كرنت سورس، زي ما احنا شايفين عندنا هنا سبلاي سورس اللي هو فولتج سورس، او احيانا يكونوا الاثنين مع بعض في الدائره. نحتاج كمان عشان نكون دائره كهربائيه نحتاج الكترونكس كومبوننتس زي الريزيستور، كاباستور، اندكتور، دايودز اتسترا، طبعا بالعربي المقاومات، المكثفات، الملفات والدايود. عندنا بعد كده اللي هو اخر شيء اللي هو الكوندكتور او الواير اللي يوصل بين هذه القطع. تقريبا كده اذا عندنا هذه الثلاث عناصر الرئيسية عملنا دائرة كهربائية. عناصر الدوائر طبعا، او نقدر نقول اللي هو بعض المصطلحات اللي نستعملها لما نوصف اي دائرة كهربائية. في عندنا مصطلح اسمه برانش، طبعا البرانش اللي هي نقدر نعرفها نقول a branch represent a single element، طبعا single element such as voltage source او resistor، يعني عندنا النقطة هذه هذا برانش، هنا برضو برانش يمثل ال R1 R2 برانش آخر مستقل. عندنا بعد كده مصطلح آخر اسمه نود، مصطلح اسمه النود راح نجي له في المستقبل، اللي هو نقطة تقاطع بين أكثر من برانش في نقطة واحدة، زي ما احنا شايفين النقطة B هنا أو النقطة C عندنا هنا نقدر نسميها نود، نقطة تقاطع. هنا زي ما احنا شايفين كل جميع العناصر هذه المقاومات أو الفولتج سورس أو الكرنت سورس التقوا في النقطة C تحت مع بعض، فهذه نقدر نقول عليها نود واحدة. زي برضو النقطة B عندنا هنا الكرنت سورس مع المقاومة R3 مع المقاومة R2. أخيرا عندنا شيء اسمه اللوب،
طبعا اللوب اني كلوز باث ان سيركت او اي مسار مغلق داخل الدائره. عندنا في الدائره هذه الكهربائيه عندنا هذا نقدر نسميه لوب، هنا لوب ثاني وهذه اللوب الثالث. طبعا راح نوضح اكثر بالرسم ان شاء الله في الدرس القادم باذن الله. شكرا لاستماعكم وانتظروا الدروس القادمه باذن الله.